انتهت آجال تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية التي ستدور في تونس منتصف ديسمبر المقبل. حتى الأربعاء تقدم 1317 مترشحا من بينهم 193 امرأة. هيئة الانتخابات مددت آجال قبول الترشحات بثلاثة أيام في ظل إقبال ضعيف على الترشح حسب المختصين. بالنسبة لنا المعيار النجاح الانتخابات هو بأكثر مترشح، يبدأ تكون فما منافسة. اللي لاحظ ما 270 ألف تزكية ما هوش مستغلين، خاصة أنه في عديد الدوائر عندنا مترشح واحد ولا زوج مترشحين، مش كافي بالنسبة لنا، ماذا بينا بأكثر منافسة. حرصنا على التمديد باش نستغلوا أكثر ما يمكن تدخل هالتزكيات هذه، يعني هي تمثل مترشحين ينجموا يدخلوا في المنافسة. وجهت انتقادات واسعة للقانون الانتخابي ولهيئة الانتخابات، فشروط الترشح مجحفة ومقيدة بالحصول على 400 تزكية، ما جعل 5 دوائر انتخابية بالخارج بلا مرشحين. بعد تمديد الآجال بقيت دائرة واحدة هي دائرة إفريقيا. اعترضت المنظمات المختصة في مراقبة الانتخابات على تمديد آجال قبول الترشح لأنه غير متطابق مع المعايير الدولية حسب تلك المنظمات. 45 دائرة ما فيهمش مرأة مترشحة على 151 دائرة، اللي هي نسبة ضعيفة جدا. الحق مرس تشاهد يستغرب لماذا هذا التمديد في الأجال اللي هو مخالف للمعايير الدولية واللي يضرب تكافؤ الفرص بين المترشحين ويخلينا لهنا ربما نمشيوا إلى إمكانية تقاضي والطعون في ترشحات اللي يقدموا في فترة التمديد هذا. واقتصرت الترشحات للانتخابات التشريعية على مؤيدي الرئيس التونسي في ظل مقاطعة غالبية الأحزاب خاصة المعارضة. المقاطعون يرفضون المسار السياسي ويشككون في مدى استقلالية هيئة الانتخابات. مع انتهاء أجل تقديم الترشحات جدل كبير بشأن الانتخابات التشريعية في تونس، اعتراضات كثيرة ومقاطعة وازنة وتساؤل عن مدى التطابق مع المعايير الدولية. فتح الفالح ميديا تونس.